في هذه الحلقة نسلط الضوء على عمل المجلس الأعلى للسياسات الشراء العام فيما يتعلق بمدى استفادة ومشاركة المشاريع الصغيرة التي تملكها النساء. السياسة الحكومية الرسمية فيما يتعلق بالعطاءات وقديش في عندكم مساحة يعني استفادة أصحاب المشاريع الصغيرة من هذه العطاءات؟ طبعا نتحدث عن فئة النساء. القانون الحالي والنظام الحالي أعطى في أهداف القانون إيش السياسات اللي بيسعى إليها القانون، أهمها تنمية الاقتصاد الفلسطيني والتنمية المستدامة. هنحكي عن المشاريع اللي بتقودها نساء في فلسطين، برأيك قديش هاي المشاريع أمامها فرصة فعلاً في أنها تدخل في سوق العطاءات الحكومية أو حتى العطاءات بشكل عام؟ قديش بتقدر أنها تنافس ولا لسه هي بحاجة لخطوات للوصول إلى هاي المرحلة؟ هدفنا الرئيسي هو زيادة عدد النساء اللي بتملكوا بتدير مشاريع، لأنه هدفنا التنموي الأكبر أنه زيادة مشاركة النساء في الاقتصاد. صحيح. كل ما زادت مشاركتهم في الاقتصاد زاد الناتج القومي تبعنا. قديش ممكن يكون هذا عم بيساعد في يعني مساعدة شريحة النساء واللي بيقودوا مشاريع أنهم يدخلوا فعلا لموضوع العطاءات؟ وإحنا يعني بالممارسة في بيجينا متقدمين لمناقصات، شركات بتملكها سيدات أو شركات مساهمة فيها سيدات، ما بنشوفش السيدات نهائياً. هاي الشركة اللي بتوصلنا أوراقها فعلاً هي تملكها وتديرها امرأة. السيدة وهكذا، ليست فقط هي واجهة مثلاً من ناحية التسجيل.